كيفك؟ الحمد لله. البابا ما بيحكي ما هيك؟ كيفك؟ دي شو اسمك؟ ماريا. ماريا قد ايه عمرك؟ 11. 11. شو بيشتغل بابا؟ بيع بسكويت. بيع بسكويت. كيف ان شاء الله هيك مرتاحين؟ كيف بيتكم؟ كيف عيشتكم؟ ان شاء الله مرتاحين. مرتاحين بس يعني بندخل بيتنا كل يعني ننتي نحن نسكين مع بعض. كم واحد بالبيت انتو؟ يعني كتار؟ 12 واحد بالبيت. ايه؟ كم غرفة البيت؟ الصالونين. ايه؟ اوضتين، وحدة اوضة مطبخ وحمام، حمامين. يعني ما عم تقدروا تاخذوا راحتكم بالبيت ما؟ طيب كيف بابا المصروف اللي عم جيبه عم بكفي للبيت؟ ما عم بكفي؟ لا ما بكفي. طيب حاسألك سؤال، كل ما عرفتي سؤال بتربحي عليه. شوفي شو حقلك. شو عم بيقول؟ أقول هو مخنوق. مخنوق؟ طيب طيب السؤال بيقول صوت القطة شو منقلها؟ ما مواقمة؟ برافو، أول جائزة. سؤال تاني، شو منقول لصوت الحصان؟ طب بعطيكي صهيل ولا فحيح ولا مواق؟ صهيل. أول وحدة، برافو، ربحتي تاني وحدة معنا. هلأ هاي إذا عرفتيها بتربحي جائزة كبيرة. احذري شو الجائزة؟ بتربحي معنا قطعة ذهب. تمام؟ السؤال بيقول بتعرفي لأبو عنتر؟ بيطلع على التلفزيون وهيك. ايه ايه. متأكدة؟ ايه متأكدة. آخر قرار؟ ايه متأكدة. خلص. ايه. قولي بصوت عالي متأكدة، خليكي واثقة من نفسك. ايه متأكدة. متأكدة. برافو 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 برافو. معلش ناخذ صفقة بسيطة لو سمحتوا. برافو برافو. هي قطعة الذهب إلك. تمام؟ تروحي بتصرفيها هذا الكرت صاحب المحل، تروحي بتصرفيها من هون بتعملي فيها اللي بدك اياه. اتفقنا؟ طيب قولي له لأبوكي شكرا، عم يسمعنا؟ ايه. هيك قلتي له شكرا، انت مين علمك لغة الإشارة؟ أنا بتعلم لحالي. مشان تتفاهمي مع أبوكي. ايه. طيب كل عام وأنت بألف خير. وأنت كمان. يلا رمضان كريم، شكرا. رمضان كريم. شكرا، مع السلامة.